غرفة في القدس موجودة منذ 15 عاما. الحكومة الإسرائيلية في أوقات الحرب تجتمع في هذا المكان، ليس جديدا. الأمر الآخر، بالفعل هناك قلق لأن لا توجد معلومات كافية حول ما سيحدث. بمعنى القياس على المرة الماضية مثلا، كل هذا الذي ذكرته لا يبدو منطقيا لجهة الاستنفار الطبي وما إلى ذلك، لأنه في المرة الماضية ضربت مواقع عسكرية، لم يقتل إسرائيليون، وبالتالي الأمر تم. حاليا يأخذون كل السيناريوهات بما فيها الأكثر تطرفا، بمعنى كسر قواعد اللعبة بالكامل وسقوط الكثير من القتلى والجرحى بين الإسرائيليين. وهذا صحيح، هناك استنفار في المستشفيات في المنطقة الشمالية، في مدينة حيفا على وجه التحديد، أيضا تفكير ربما في سيناريوهات متطرفة، إن كانوا سيحتاجون مثلا إلى الأنفاق الموجودة في المنطقة الشمالية، أنفاق الكرمل مثلا، أن تفتح مستشفيات ميدانية هناك، أن تكون ملجأ للإسرائيليين في مواجهة قصف مكثف وما إلى ذلك. ولكن عمليا حتى الساعة كل ذلك يبقى رهنا بما سيحدث ربما خلال الأيام المقبلة. أستثمر فرصة وجودك بزياد، خطاب نتنياهو أمس، الكلمة التي تحدث بها، يعني كانت هناك الكثير من الإشارات التي تصلح لتسويق كلامه وللدولة اليهودية أو الإسرائيلية وما إلى ذلك. لماذا يعني غابت لربما بعض ملامح حديثه عن هذه الحرب المستنفرة؟ عمليا إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها عن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران، وبالتالي هو لن يتطرق إلى هذا الموضوع بشكل مباشر عملا بهذه السياسة، سياسة التعتيب. وإن كان يعني ربما الكل يعرف بأن إسرائيل تقف من وراء ذلك، ربما في هذا الإطار لهذا لم يكثر من الحديث تفصيلا عن هذا الموضوع، واكتفى بتهديدات عامة أن إسرائيل تصل إلى بيروت وإلى اليمن، بمعنى تصل إلى طهران. هذا كان الهدف من الكلام. شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل من القدس، مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي.